السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. مركز بحري دولي يحذر من سلاح يمني جديد، ولنتابع التفاصيل. كشف مركز دولي مختص بالأمن البحري عن معضلة يمنية يواجهها التحالف بقيادة أمريكا في البحر الأحمر. طبعا هذا الكشف جاء على هيئة تقرير منشور في موقع مركز الأمن البحري الدولي، هذا الموقع اسمه سيمسك. في هذا التقرير الذي جاء بقلم القائدة أميلا براسانجا من البحرية السريلانكية، كما ترون على الشاشة هذا هو الموقع. المهم في بداية هذا التقرير يقول مركز الأمن البحري الدولي إن التحالف البحري الغربي في البحر الأحمر يواجه تحديا جديدا وصعبا لمواجهة الغواصات المسيرة اليمنية، مضيفا الغواصات المسيرة اليمنية تشكل تحديا كبيرا للعمليات البحرية الغربية المصممة في المقام الأول لمواجهة التهديدات السطحية والجوية، حيث أن استخدام الحوثيين للمركبات غير المأهولة يمثل تصعيدا كبيرا في أزمة البحر الأحمر المستمرة. هذه الطائرات كما وصفها، هذه الطائرات بدون طيار الغاضصة، رغم أنها ليست متطورة مثل الغواصات العسكرية، إلا أنها تشكل تحديا كبيرا للعمليات البحرية المصممة في المقام الأول لمواجهة التهديدات السطحية والجوية. وتابع الموقع بقوله: ظهور تهديد الغواصات المسيرة اليمنية يستلزم إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات وتكتيكات الدفاع البحري المستخدمة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الدفاعات البحرية التقليدية المصممة لمواجهة التهديدات السطحية والجوية غير فعالة ضد الغواصات المسيرة، وهذا يمثل تحديا كبيرا وصعبا للبحرية الغربية في البحر الأحمر، موضحا أن تأثير الغواصات المسيرة اليمنية يمتد إلى ما هو أبعد من الأضرار المحتملة للسفن الفردية. ووجود تهديد مثل هذا النوع تحت سطح البحر يعد أمرا مدمرا، مبينا أن عملية اكتشاف الغواصات المسيرة اليمنية بالقدرات العسكرية الحالية مع وجود البيئة الصوتية للشحن البحري في البحر الأحمر تعتبر عملية معقدة. واعتبر الموقع أن تهديد الغواصات المسيرة اليمنية هذا يقدم تفكيرا صارخا بالحاجة إلى التكيف المستمر والابتكار في مجال الحرب البحرية، لافتا إلى أن أزمة البحر الأحمر هي بمثابة لحظة محورية تقدم دروسا في الأمن البحري. وختم الموقع بقوله أن التفاصيل حول هذه الطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين لا تزال غامضة، وأن النطاق التشغيلي وقدرة الحمولة للمركبات غير المأهولة التابعة للحوثيين غير معروفة أيضا. ومع ذلك حتى النطاق المتواضع الذي يقاس بعشرات الأميال يمكن أن يمكنهم من استهداف الشحن التجاري داخل البحر الأحمر، ويمكن أن تشمل حمولة هذه المركبات غير المأهولة ألغاما أو توربيدات أو متفجرات معبأة في الهيكل، وربما تكون كافية لإلحاق أضرار كبيرة بالسفن التجارية المطمئنة. حد وصف الموقع، هذا ما ذكره هذا التقرير الذي سوف أطرح لكم رابطه في صندوق الوصف لمن أراد أن يتوسع وأن يعرف ماذا يقول الخارج عن القدرات العسكرية اليمنية. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.